الأزمة الاقتصادية غيرت نظرة اللبنانيين تجاه النفايات، فبعدما كانت مجرد قمامة ترمى في المستوعبات أصبحت مصدر رزق. كيف ذلك؟ يلا ريتيرن هو مشروع يعنى بفرز النفايات مقابل أعطاء مبلغ من المال أو تقديمها كتبرعات. مديرة مشروع يلا ريتيرن لين سراج تحدثت لصوت لبنان عن كيفية الفرز والاستفادة. يلا ريتيرن تابعة لشركة نظيرة تكنولوجي، ونحن بنظيرة نشتغل على تغيير سلوك المجتمع بمساعدة التكنولوجيا لنخليهم يفرزوا من المصدر ويعملوا إعادة تدوير. الأشخاص بيروا بعد ما ينزلوا التطبيق، بيروا لعنا على المراكز، بيعطونا المواد اللي نحن بنستقبلها اللي هي الورق، الكرتون، البلاستيك، الألمنيوم، التنك، وحتى المواد الإلكترونية. حسب الوزن وحسب النوع بيحصلوا على نقاط، وبس يوصلوا لعدد نقاط معينة عندهم مطلق الحرية يتصرفوا فيهم، يا بيسحبون كاش باللبناني، يا بياخدوا فيهم سوبر ماركت فاوتشر، أو بيتبرعوا فيهم للجمعيات الخيرية اللي نحن حاطينها على الابليكيشن. رئيس جمعية جرين جلوب والعضو المراقب في الأمم المتحدة في البيئة سمير سكاف حي هذا النوع من المبادرات، معتبرا أنها تساهم في التخفيف من أزمة النفايات. هذه المبادرات ممكن طبعا أنه تأمن مداخيل إن كان شخصية وإن كان للدولة، وهذا الشيء ممكن يتم عبر مبادرات إما الجمعيات وإما البلديات، وبالتالي فينا نحول الورق والكرتون إلى مصاري، فينا نحول الإزاز والحديد والتنك إلى مصاري، وحتى النفايات العضوية إذا رحنا عملناها كومبوست فيها كمان تكون نوع من أموال بين إيدينا. نحن عم نشتري الكومبوست حتى نجي نعمل عملية تسميد للمزروعات وللأشجار يلي عنا، بوقت إذا نحن اشتغلنا النفايات العضوية تبعيتنا نحن فينا نوصل لنفس النتيجة ونعمل نحن هذا الكومبوست، ومنوفر على حالنا مصاري، ومنكون حولنا مصرياتنا إلى شيء مفيد، ونفاياتنا منكون حولناها إلى مصاري. في دول العالم الدولة تهتم بقضايا البيئة بما فيها إدارة النفايات، أما هنا فالمبادرات الفردية والمؤسسات الخاصة هي من تقوم بمشاريع وحملات لتنظيف البيئة ومعالجة قضاياها. راني عبيد، صوت لبنان.